شوف بقى يا سيدنا الافندي، انا هدفع في الكراكيب دي كلها 200 جنيه. ازاي يا مستر مسمار؟ ده النحاس اللي في السرير لوحده ب 500 جنيه. يا عم ده نحاس قديم ومصدي والبرومه واكلاه. دي الكراسي عاوزه واحد يسندها. يسندها؟ لا 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 لا، انا مش هبيع لك. يو ار انفير، انت ذمتك مش مظبوطه. طب هزود 50 جنيه. لا 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 لا، لا. انا مش هبيع اقل من 1000 جنيه. عجبك تشيل، مش عجبك في 1000 مسمار غيرك. ماشي يا استاذ. تحت امرك. ادي 500 جنيه اهم، ولما تيجي العيال تشيل الحاجه هحاسبك على الباقي. بس بسرعه وحياتك علشان العفش الجديد جاي النهارده. هوا انت مجنون؟ ازاي تعمل حاجه زي كده؟ انا ما اقدرش اعيش في وسط الكراكيب. انا بعتهم كلهم شروا على بعضهم ب 1000 جنيه وهجيب عفش واعمل ديكور بسيط. وسرير بعته هو كمان؟ ده السرير لوحده فيه عمود يساوي نص مليون جنيه. انت بتقول ايه؟ ايوه انا مخبي في العمود نص مليون جنيه. يعني انت اختلست يا شريف؟ دي خبطه العمر. انا استحملت السجن عشان اخرج الاقي الثروه اللي تامن لي مستقبلي ومستقبلك. السرير ده لازم يرجع باي طريقه. امال فين المصر والمبادئ بتاعتك؟ فين شخصيتك الشريفه اللطيفه اللي كنت بتحاول توهمني بيها؟ انت خيالي وعايش في الاوهام. ما انتش حاسس بالغابه اللي احنا عايشين فيها. ضعيف الازاك هو اللي بيداس بالرجلين. ميزان قوتك هو رصيدك في البنك. وفادتك بايه الفلوس وانت مرمي في السجن؟ الفلوس دي امانه في رقبتك ولازم ترجع باي ثمن. بس خد بالك من نفسك، واوعى تثق في حد. بص حواليك، طمعانين كتير وقطعا بيراقبوك. سعيد يا مستر مسمار. اهلا يا سيدنا الفني. اتفضل اتفضل. ايه دول؟ دول ال 1000 جنيه بتوعك. اصل انا فكرت ان انا ما بعش العفش. يا سلام يا سيدنا الافندي، دي احسن فكره تفكر فيها، بس المشال عليك. ماشي انا موافق. يا انا شكوش. معلم مسمار ابني، شوف عبد العضلان يجي يشيل العفش بتاع البيه من المخزن. حاضر يا معلم. ربنا يخليك يا مستر مسمار. يو ار جنتلمان. انت راجل طيب. لا مؤاخذه يا استاذ، انت ليك 200 جنيه من الالف دول. بتوع ايه؟ اصل انا بعت السرير. بعت السرير؟ بعت السرير لمين؟ لتركي، صاحب مزادات تركي اللي في الانتيك خانه. اصله متعود ان يجي ياخد من عند البضاعه. دخل السرير ب 200 اهيف، مع انه ما يستاهلش حاجه، دي البارومه واكلاه. يا فندم، يا سيدنا يا فندم، السرير ده بتاعي يا حضرتك. نعم يا سيد، السرير ده بتاعي يا محترم. السرير ده بتاعي يا سيد. يا جماعه يا سيد، ما تنوزع. ده السرير ده بتاعي فقط. السرير ده بتاعي يا جماعه. يا سيد السرير ده بتاعي. بتاعك يعني ايه؟ يعني انا خلاص هشتريه. ده مزاد يا حضرة. يعني ايه؟ يعني لازم ينزل مزاد والناس تزايد عليه لحد ما يوصل لاعلى سعر. لاعلى سعر؟ سرير نحاس اربع عمدان اثري من العصر المملوكي. مين يفتح المزاد؟ 220 230 230 وتعريف 300 310 330. ثانية واحدة من فضلك، 330 وتعريف. 400 425 450 460 460 وتعريفة. 500 550 600 603 تعريفة. 700 710 750 750 وخمسة تعريفة. 800 815 830 1000 جنيه وعليهم شلن. 1000 جنيه وعليهم شلن. 1000 جنيه وعليهم شلن. 1000 جنيه وعليهم شلن. مين يزود؟ مبروك عليك. من فضلك يا استاذ، من فضلك. نمرة 158. ألو
تدينيش اول يا حبيبي، بلاش اول. معلش يا ابيه. عفريت. ما انت شلته في عربية النقل. لا لا لا، مش هو ده السرير. مش هو ده السرير اللي عجبك وصممت انك تشتريه؟ بقول لك مش هو ده السرير. يعني هغشك هديك سرير تاني؟ انا عايز السرير اللي انت اشتريته من مسمار. وهو نفس الموديل بس التاني قديم وكحيان والبرومه واكلاه. ده انا ما صدقت ان في زبون اشتراه. مين الزبون ده؟ عزيز مشاويري الحانوتي. شهود عصابة العيلة. لا لا اله الا الله، لا اله الا الله. الله يرحمهم ويحسن اليهم ويجعل مثواهم الجنه. اتفضل اشرب القهوه. متشكر يا فندم. في الحقيقه انا كنت جاي لحضرتك ومتعشم في خدمه من سيادتك. ايه هي؟ كان في سرير نحاس، كان في واحد اشتراه لحساب حضرتك. هو بيشتغل حانوتي واسمه عزيز. عزيز عزيز رايح جاي. مشاوير. ايوه عزيز مشاوير. فين الكلب ده؟ ليه يا فندم؟ ضحك عليا وخلاني ادفع فيه 300 جنيه. يا فندم انا مستعد ادفع لك ال 300 جنيه واخده. السرير طلع البارومه واكلاه. راجل غشاش. فعلا هو غشاش يا فندم. فعلا. اتفضلي ادي ال 300 جنيه اهو. فين السرير؟ عثمان. يا عثمان. يا عثمان. يا عثمان. تعال تعال يا عثمان، كلم المدام. السرير النحاس ابو عندان اديه البيه. انا بعته يا استاذ هانم. بعته ازاي تبيعه يا ابو غفل انت؟ الهانم هتتصرف فيه. اه فعلا، انا قلت له يتصرف فيه. بعته لمين؟ للمعلم عظمه كزار. مين؟ المعلم عظمه كزار. من فضلك المعلم عظمة الجزار الاقيه فين؟ فوق بيتجوز.